يا عبد الله في ايه؟ بابا مش قادر، في ضهري ايه؟ وجعني قوي. معاك ازاي؟ استنى استنى، افتح بقك كده، قول حاحة، قول افتح بقك، افتح بقك جامد. يا نهار ابيض، مش قادر اقوم، ده اديني انت الدكتور ضرسك بسوس بسرعة. خالص، انت لازم تروح للدكتور. وصبر على نفسك ليه ده كله يا ابني؟ ما لسه جاني خدت دلوقتي. مسكن؟ لا طب خد مسكن لحد ما اروح للدكتور. قوم يلا اغير ونروح معاك. يلا، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا ابني؟ بقول لك يا دكتور، معلش الواد بيشتكي من ضرسه، بس كنا عايزين نبص على ضرسه كده نشوف فيه ايه بالظبط. طب يا استاذ اتفضل نايمه على السرير عشان نشوف فيه ايه. قوم يا عبد الله، قوم يا عبد الله، رايح السرير عشان الدكتور يشوف. ايه ده بابا، انت جاي من عند الدكتور ولا عند سباك؟ يا ابني اسكت، الدكتور اللي لقيته بيقولوا مصنعية بتاعته رخيصة. ربنا يسهل اتفضل يا يا عم دكتور، معاك. اتفضل يا دكتور، افتح بقك يا عبد الله. ايه ده؟ ده بقه مسوس قوي، ده محتاج حشو عصب. حشو عصب يا دكتور؟ حشو عصب، يا نهار ابيض، حشو عصب حشو عصب. ده بيقولوا غالي قوي الحشو العصب ده. يا نهار ابيض، اعمل ما ايه يا تخافش، بابا، اعملوا لي وخلاص. ده انا هعمل لك ب 1000 جنيه بقى. 1000 يا 1000 يا 1000 يا 1000 جنيه يا 1000 يا دكتور. ده انا كده منزل لك في الساعة. طب ولو خلعناه يا دكتور ايه المشكله يعني؟ لو خلعناه اه احتاج 2000 جنيه. طب يا دكتور 1000 جنيه كتير علينا، ما تحاول يعني تنزل لنا اي حاجه في السعر يا دكتور. بص انا هنزل لك 50 جنيه عشان انت شكلك غلبان. 50 جنيه يا دكتور، انا بكلمك في 50 جنيه، ما تزهقنا كمان حبه ازيك كده؟ يا دكتور. انا ما بهزرش يا دكتور، بعد اذنك الظروف والدنيا برضه يعني على قدنا يعني يا دكتور، شوف لنا اي حاجه كده يعني. بص هديك 300 جنيه خلاص، همشيهم لك 400. خلاص والله انا هشتغل اشتغل يلا على خيرة الله. فلوس. طب يا دكتور هناكلك يعني، من هديك الفلوس يا دكتور بعد ما تخلص. 100 جنيه عشان يلا اشتغل عشان ولا ما لسه جاي. اشتغلش؟ يا ساتر على دكاترة اليومين دول، ايه هنطير يعني؟ اتفضل يا دكتور 300 جنيه. يلا بقى الواد واحد بيتألم بقى، اتنين تلاتة تمام. بس يا دكتور ارد بقى البنج اللي يكون عندك يكون بنج قوي. ده بنج ايه؟ هواه. روان ايه؟ افتح بقى يا انت حبيبي. بقى يا عبد الله، ايه هلا هلا بنج ايه؟ معلش هي دي معلش حلة حصان دي ولا ايه؟ معلش معلش، يلا افتح بقك انت بقى. اصبر يا حبيبي، الدكتور اللي قايله بيقول دكتور رخيص يعني سعره حنين في المصنعيه بتاعته. طب خلاص يا دكتور بالله عليك، تبعوا لنا بس تعمل لنا خصم ولا خلاص اي حاجه. خلاص هعمل لك خصم، انت شكلك واد غلبان. اعمل لك خصم 50 جنيه 50 جنيه يا دكتور، انا بكلمك في 50 جنيه يا دكتور. يا عم هو ده اللي موجود. ما تزهقش شويه يا دكتور. طيب ازاي الاسعار غاليه؟ طب خلاص يا دكتور، بقول لك يا دكتور، طب انت بتتكلم في 1000 جنيه والدنيا برضه يعني، ما تحاول تاخد لنا خلاص شويه يا عم، هعمل لك خصم 50 جنيه، انت شكلك واد غلبان. يا دكتور وانا بكلمك في 50 جنيه، ما تبحبح لنا شويه يا دكتور. ابحبحها ازاي يعني؟ ازاي شويه يعني؟ كده كده يا ابني. يا دكتور مش قصدي كده يا دكتور يعني، ما آه!